الله كل التوفيق لفريقنا. اكيد النهارده الهدف الاول والاخير هو الثلاث نقاط ان شاء الله، حتى يتربع النادي الاهلي لاول مره هذا الموسم على قمه الدوري او قمه الجدول هذا الموسم ان شاء الله. يعني زي ما بقول لحضراتكم، احنا النادي الاهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطه، مصر مقاصه في المركز الثامن برصيد 15 نقطه. اللي يفرق النهارده عنا